سيدي هاي الماكينة صباح ما شاء الله. هاي سيدي بنوخد الشعر من الأطفال سنقدر نحبكها على الماكينة ونطلع فيها ضروكة الطفل في نفس الوقت نقصها ونتابعها ونجمل له إياها كيف كان شكله قبل. هذا أول مرحلة. الشعر في ناس يسألون الشعر الصغير يقول لك هذا بينكر. لا ما بينكر. هذا صرنا نعمل فيه حواجب للطفل المريض. الشعر الصغير كيف يعني؟ الشعر الصغير كيف صغير؟ صرنا نعمل فيه حواجب نعمل فيه رموش بشكل طبيعي كيف كان شكله قبل. هذا نسيب الطفل يكون لو سمحته بس هاي على راسك. حلو. شايف هيك؟ اوكي. طريقة مناسبة. هسه فيها قص، بعدين نجمنها، بعدين نضل حواجب بس يفوت الدرج اللي هي الطريقة مناسبة. طبعا باشا احنا بنتابع الأطفال، مش احنا اليوم حكمنا الباروكة نتابعها بالبيت. في عنا أخصائيين يتابعوا الأطفال في بيوتهم، في المحافظات، في الجامعات. احنا بدنا كل داعمين يفهموا احنا عندنا رسالة، وانا بشكرك على رسالتك وتوقيعك هذا إلي جزء فضيلة الاخ سعد انه اثقوا فيه، وراح هاي ان شاء الله تكون ثقة كبيرة وتكون شغل. هذا الاردن ارضنا واغلى من الروح ترابه. كل من تراب تحنى كل من تراب